غادي نستناو شويه ديال المتتبعين يطلعوا غادي نبداو ان شاء الله هذا اللايف ديالنا. الشتا بدا اذا اهلا وسهلا متتبعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشره من مدينه مرتيل. طبيعه الحال فبفضل هذه النتائج الايجابيه اللي كيحققها المنتخب الوطني المغربي فالمباراه ديال السبت اللي غادي تكون ضد البرتغال فصاحب احدى المقاهي هنا بمدينه تطوان فهو عفوا بمدينه مرتيل فهو غادي يخصص المقهى ديالو فقط للنساء. طبيعه الحال فالنداء موجه لكل نساء مدينة مرتيل، لكل النساء بمدينة تطوان والنواحي أنهم يجيوا يتفرجوا في هذا المقهى اللي غادي يكون مخصص فقط للنساء إن شاء الله. هذا المقهى اللي كيتوجد هنايا بالضبط مدارة ميرامار وإن شاء الله نتمنوا إن شاء الله أن الحضور ديال هاد النساء بهذا المقهى إن شاء الله أنه تكون تشجيعات ويكون واحد الجو اللي هو جميل إن شاء الله. وإن شاء الله الأمل ديالنا كذلك أن المنتخب الوطني المغربي أنه يفوز على البرتغال طبيعة الحال فمن خلال هذا المباشر فحادي نحاولوا أننا نتقربوا أكثر علاش يعني مول هذا المقهى والعاملين بها علاش يعني جاتهم هذه المبادرة كيفاش جاتهم علاش بغاو يخصوا بالضبط هذا اليوم هدايا غير للنساء فقط علما بأن المقهى كما كتشوفوا متتبعي قناة شوف تيفي فهو مقهى جميل بطبيعة الحال فهو كيلقى واحد الإقبال اللي هو كثيف وكبير جدا كما كتشاهدوا فهو جعل الشارع مباشرة بطبيعة الحال من خلال كما قلنا هذا البث المباشر فغادي نحاولوا أننا نتعرفوا علاش يعني داروا هذه المبادرة اللي هي خاصة بالنساء فقط كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تيفي فالمقهى في المستوى بطبيعة الحال فهذا المقهى هذا النداء موجه كما قلنا للجميع النساء هنا بمدينة مرتيل والنواحي أنه غادي يكون مخصص يوم مقابلة المغرب والبرتغال فقط للنساء وبالتالي غادي يتم منع أي رجل أنه يدخل هذا المقهى اللي غادي يشهد ان شاء الله احتفالات جميله هنا بمدينه مرتيل ان شاء الله بطبيعه الحال غادي نحاولوا اننا نتقربوا من يعني احدى العاملات هنا بالمقهى باش تقولنا بالضبط علاش يعني اخترتوا انكم تخصوا هاد اليوم ديال المقابله فقط للنساء. تفضل اول مره عرفنا براسك. السلام عليكم، معكم ممثلة مقهى ماما أفريكا. إن شاء الله بمناسبة فوز المنتخب الوطني المغربي في المقابلة الأخيرة ديال التمن، قررنا حنايا في مقهى ديالنا هي ماما أفريكا أننا نخصوا يوم السبت إن شاء الله نهار خاص بالنساء اللي غادي يكون إن شاء الله في جو أسري، جو أخوي، إن شاء الله نضحكوا مع بعضنا ونفرحوا. هذا جاء اقتراح من عند نساء هنايا اللي كي يجيو لهنايا للمقهى وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي قرروا انه يكون زعما يوم خاص اللي هو يوم السبت ان شاء الله غادي يكون في الربع النهائي يوم خاص بالنساء غادي يكون هنايا احتفال طبعا ان شاء الله وكنتمنوا الفوز للمنتخب
وتأهل إن شاء الله النصف النهائي اللي غادي يكون فرحة كبيرة لف المقهى لف في مرتي في تطوان في المغرب كامل من طنجة للقويرة. وكنقولوا للنساء كاملين مرحبا بكم في مقهى سما أفريقيا، الناس مرتين تطوان مضيق في نضاق مهم مرتين النواحي، مرحبا بكم وألف مرحبا. بالنسبه لكم يعني حتى هذا المقهى هذا واحد الفضاء اللي هو زوين، لان جولت هنايا فضاء زوين. شكرا. يعني كلشي متوفر حتى يعني الشاشات يعني النوع اللي هي جيده طبعا وكاينه في جميع الاتجاهات. طبعا مرحبا. طبعا حنا في المقهى هنايا حطنا وخصصنا فضاء اللي غادي يكونوا مرتاحين فيه للنساء ان شاء الله يجيبوا ولادهم اذا بغاو، وكنتمنى نكونوا قد المسؤوليه اللي عطانا السي محسن الصبري اللي هو المول المقهى. كنتمنى نكونوا قد المسؤوليه ونكونوا جاوا مع النساء اللي غادي يكونوا معنا. هاد النهار هذايا كتسناوه على احق من جهه، خصوصا نتوما النساء، يعني نتوما اللي غادي تهيئوا الظروف كامله لهاد النساء اللي غادي يجيو. كاين سيكوريتي طبيعة الحال غادي يكون واقف في الباب، كاين مجموعه ديال الامور اللي غادي تكون مخصصه في هذا النهار. طبيعة الحال فالمقهى يعني غادي تكون فيه غيتم التزيين ديالو وغادي يتم التهيئ ديالو باش يستقبل النساء فقط. طبعا يوم السبت غيكون مقهى في زينه خاصه، غادي يكونوا رجال سيكوريتي يعني رجال امن خاص غيكونوا في الباب. بالنسبه للنديلات غادي يكونوا بنات ماشي رجال، ما غادي يكون حتى شي راجل هنا اصلا في المقهى، يعني هذا امر حطنا عليه الباترون ديالنا اللي هو مول المقهى. وكنتمنوا نكونوا قد المسؤوليه وكنتمنوا انه يكون عندنا اقبال يوم السبت المقهى ديالنا. بالنسبه لكم يعني اصلا المقهى ديالكم يعني دائما عليه الاقبال، وخصوصا في المقابلات، يعني انتم ماشي بغيتوا يعني ديروا البوس اكثر ما حاولتوا انكم تخصصوا هذا اليوم فقط للنساء باش يفرحوا على الخطر ديالهم يكونوا مرتاحين اكثر، وفي نفس الوقت بغيتوا تعيشوا كيفيه الفرحه ديال النساء هما مع بعضهم. حنا كنعرفوا النساء واخا غادي يفرحوا في المقاهي، ولكن ديك الفرحه ديالهم غتكون فيها شويه ديال الخجل. دونك نتوما داك الحشومه وداك الخجل اللي كيشعروا به النساء هما بجانب الرجال، بغيتوا تحيدوه باش تشوفوا الفرحه ديال النساء هما كيحتفلوا بالمقهى على الخطر ديالهم. في المباراه اللي فاتوا كان اقبل عندنا النساء اكثر من الرجال، وانما كنشوفوا النساء ملي كتبغي تنوض تغوص ولا تفرح ولا تضحك مع صاحبتها كنشوفوا الرجال معاهم، وكيكون كلام صراحه كلام رادي وهذاك وبزاف د الحاجات. يعني بغينا نهار خاص بالنساء باش يجبروا راحتهم معنا باش يغوتوا على خاطرهم ينوضوا يديروا بعطيتهم كيكون جو مزيون. وانما اللي بغى يرقص ما كاين حتى شي مشكل، ما عندنا شي مشكل، كيكون عندنا غنهبطوا ريدوس القهوه وغادي يكون جو يعني جو عائلي بامتياز. اللي غادي نقولوا هذا عرس مخصص للنساء فقط يلقاو الراحه ديالو. طبعا غوت ارقص درع صاحبتك ولادك غوت اعمل اللي بغيتي، غادي يكون ان شاء الله يعني غيكون ريدوس واحد ما يشوفك، رجال الامن غيكونوا برا يعني خاصين بالامن ديالنا، ما غادي تكون حتى شي راجل هنايا في المقهى. النديلات اللي غادي يسير بكم طبعا الثمن غيكون ثمن مناسب لجميع المشروبات، وكنتمنى يكون عندنا اقبال في القهوه ديالنا اللي هي مقهى ماما افريقيا ان شاء الله. بالنسبه لي كنت هذه اول مره غادي نعيش هذا الجو، ولا سبق عشت مثل الاجواء، ولا كنتي كتمنى ان تعيش هذه الاجواء يعني انت كتخدمي مع النساء وتفرح معاهم وتنتي تلقى الراحه ديالك؟ في المقابلات الماضيه كي كنا رجال هنايا ما كنقدرش نخرج، واخا انا ممثله المقهى ولكن ما كنقدرش نخرج عند الرجال بزاف حيت كتجيني حشومه. و اذا بغيتي تفرح ما كتقدرش، ما كنقدرش نغوت، ما كنقدرش نفرح، ما كنقدرش ندير صاحبتي قدامهم. ولكن ان شاء الله سي محسن صبري يعمل هاد المبادره هادي فرحت بزاف و كنتمنى من الله نفوزو مغابه ديالنا ديما للقدام، وفرحنا بزاف وكنتمنى نزيدو نفرحو اكثر يوصلوا للنصف النهائي ان شاء الله يا رب. بالنسبه لكم يعني كتوقعوا بان الاجواء غادي تكون مزيانه؟ غادي تكون زوينه بزاف ان شاء الله يا رب، مغابه ديالنا ديما مكبرين بينا والحمد لله، فهمتي، كنتمنى نوصلوا للنصف النهائي ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا بزاف، تحياتي.
انتينا كيفاش غادي تعيش هذه الاجواء وانتينا يعني النساء الخاطر يعني المقهى مخصص غير للنساء فقط غتكون ان شاء الله النساء غينا محترمين وما يكونوش الرجال ويكونوا ان شاء الله غير النساء ياخذوا الراحه ديالهم كامله إنا يفرحوا ويشتحوا المهم ياخذوا سواء البنات سواء امرأة متزوجة يكون هذاك الشيء إن شاء الله محترم وما يكون غير الخير إن شاء الله وغنفوزوا إن شاء الله نفوزوا إن شاء الله بالربع النهائي وما يكون إن شاء الله غير الخير والأمور عدوز مضبوطة إن شاء الله وما يكون غير خير ونتمنى المنتخب المغربي يفوز ان شاء الله ونفرحه ان شاء الله غادي نفوز ان شاء الله يا شكرا اذا المتابع قناه شوف تي في كما جاء على لسان العاملين هنا بالمقهى فهم متشوقين جدا لهذه المقابله بطبيعه الحال فغادي تكون اجواء رائعه اجواء جميله هنايا بالمقهى ونتمنى ان شاء الله ان هذه الفرحه هذه تتكلل ان شاء الله بتفوق المنتخب الوطني المغربي ونشاهدوا الفرحه ديال النساء هنا بهذا المقهى هنا بمدينه مرتيل والامل ديالنا ان مثل هذه المبادرات انها تكون في جميع يعني المجالات تكون في باقي يعني المقاهي الاخرى اللي كاينه هنا مدينه مرتيل انها تحدو نفس الحد بتخصيص فضاءات خاصه بالنساء باش انهم ياخذوا الراحه ديالهم اذا متابعي قناه شوف تي في الى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.